البطانية لأرباب المقاهي والمطاعم التي تسمى حاليا أو التي سميناها حاليا الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم. هذا لا فخر لنا أن هذه القاعة هذه الحمد لله امتلأت عن آخرها، وكنا نتمنوا المزيد، ولكن الحمد لله أنتم فيكم الخير وفيكم البركة، ونتمنوا من هذا الجمع هذا يكون بداية خير لهذه الجامعة إن شاء الله بإذن الله، التي تسعى إلى ضمان حقوق المقاهي والمطاعم في جميع المؤسسات وفي جميع المجالات. الحراق على شهدائي الجامعة الوطنية أقدرش أنا نحقق اللي بعوض في الغرمان وكان نغوت معكم، واللي جابني هي الغيرة واشتخدم اللي عملت في الجامعة خصها ما تمشيش هضرة، خصكم تكونوا وراء الجامعة على الصعيد الوطني ماشي على الصعيد العالمي، باش المطالب ديالكم يتقبلوا خاص اللوبين صحيح اللي غير القوانين في البرلمان. راه اللي دار هنا ما عندنا دير بعض المرات الاشكالات ديال القطاع ديال المقاهي والمطاعم غتحل في هاد العامين هادي، ولا تنقول حتى راه داخل التحدي انا تنقول لهم في هاد السنتين ما حلش واحد 90% ديال المشاكل. انا والله ما نزيد في هاد الجامعه الوطنيه تنهار، نتمنى والله وان شاء الله بحول الله ان شاء الله بالنسبه احسن نمجدوهم لهذوك الناس، لان صراحه نديروا واحد العمل اللي هو جبار يحسن لهم، وهذا تقول لي تنفتخروا حنا في الجامعه الوطنيه بالنساء بعد اولا ديال الجامعه الوطنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين الحلاق رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. اليوم فعلا الفرع ديال القنيطرة تنظم الجمع العام ديالو، وهذا طبعا كان جا بناء على التوصيات والقرارات اللي خرجنا بها في المؤتمر الوطني ديال الجامعة الوطنية اللي انعقد بالقنيطرة. هذا المؤتمر اللي كان خلاص كانت الاسم ديال الجامعة ما كانش هو الجامعة، كانت الجمعية، وبالتالي كنقل المؤتمر كنقل الاسم ديال الجمعيه من الى الجامعه الوطنيه. هذا كان ضروري اننا باش نعقدوا الفرع ديال الجمع العام ديال الفرع ديال القنيطره، باش اننا كما تنقولوا نشوف في اتجاه وفي التوصيات اللي خرج بها اللي خرجت بها ولا خرج بها المؤتمر الوطني للجامعه الوطنيه لأرباب المقاهي والمطاعم المغرب. اليوم في هذا الجمع العام طبعا غنناقشوا واحد عده مشاكل اللي تعرفها القطاع اليوم حاليا، وحل اشكالات كبيره تعرفها القطاع ديال المقاهي والمطاعم في المغرب وكذلك مدينه القنيطره. كاين واحد الاغلاقات رهيبه تعيشها القطاع ديال المقاهي والمطاعم في المغرب، واليوم كما تنقولوا تنطقوا ناقوس الخطر لما يعانيه القطاع ديال المقاهي والمطاعم جراء هذه القرارات، صراحه قرارات تاسفيه ديال مجموعه من المؤسسات المعنيه بالقطاع ديالنا اللي خلات واحد العدد الاغلاقات اللي صراحه تتخوف. حنا اليوم في هذا الجمع العام غيكون واحد غنناقشوا هذه المشاكل هذه، بالاضافه الى انه غادي يكون انتخاب رئيس ديال الجامعه الوطنيه وكذلك انتخاب اعضاء المكتب ان شاء الله ديال الفرع ديال الجامعه في مدينه القنيطره، اللي غنحاولوا نضخوا دماء جديده في هذا الفرع هذا اللي غيحاول انه باش انه يكون فرع قوي قادر انه يتصدى لهذه التاسفات اللي تنعيشوها من مختلف المؤسسات المعنيه بالقطاع ديال المقاهي والمطاعم بالمغرب. انا زبواناني رئيس مجلس البلدي ديال القنيطره. الحضور ديالنا اليوم كان بطلب من السيد رئيس جامعه ارباب المقاهي الوطنيه، لان اليوم جاوا باش ياسسوا الجمع العام، نديروا الجمع العام التاسيسي ديال الفرع ديال الجامعه، الفرع ديال مدينه القنيطره، وتشرفت بهذا الدعوه ديالو، وكان مناسبه باش نعرضوا شنو هو المسار اللي داز ما بيننا وما بين جامعه ارباب المقاهي، ملي كنا تنوجدوا في الاطار المقاربه التشاركيه اللي درنا مع ارباب المقاهي، ملي كنوجدوا القانون الجبائي، وباش في اطار المواكبه والمتابعه ديال الاحوال ديال المقاهي، لانهم كذلك لان تيكونوا واحد تاسسوا واحد نسيج مهم بالنسبه للمقاولات الصغيره والمتوسطه، واللي عارفين الدور ديالها حنايا بالنسبه للمغرب. انا كل قهوه مثلا تتخدم واحد 5 ولا 10 الناس، الا ضربتها مثلا في واحد 3000 قهوه راهي 30000 واحد، راه ممكنش واحد يستهان بها، دونك تيديروا واحد اللعب واحد الدور اللي هو مهم، كذلك تيخلصوا تيساهموا في الخزينه ديال الدوله عن طريق اداء الضرائب، وحنا بما ان هذه الفئه هي مهمه تنحاولوا نواكبوها، والباب ديالنا مفتوح من حين باش نحلوا المشاكل ديالنا ونبقاو قريبين ليها، باش هما كذلك يتمكنوا من ممارسه المهنه ديالو في احسن الظروف. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.